لغايه يومنا هذا. شوفي الحفله اللي بتكرم سيد درويش اول اسم جمعيه المؤلفين الروحيين. بصي للكادر اللي ورا هتلاقي عبد الوهاب فوق، تحتيه الاصابجي، تحتيه سيد درويش هنا على الشمال. ليس تقليلا من شان عبد الوهاب، لكن سيد درويش هو من قام عبد الوهاب بقياده النشيد الوطني من لحن سيد درويش. هذا جزاء الله سبحانه وتعالى لكل من حارب سيد درويش، ان يكون رئيس الذي اختار هذا النشيد ليقوده الاستاذ عبد الوهاب. وبعدين وانا في الجامعات وفي حين واحد يقول لك لا الاستاذ عبد الوهاب هو اللي اختار النشيد. اختار نشيد ايه؟ انا احضر وانا صغير عندما سئل الاستاذ عبد الوهاب ماذا لو عاش سيد درويش؟ قال لهم كان هيعيش في الاحشيش والافيون. وبابا رفع قضيه في هذا الوقت. انا فاكر كانت الصحافه مسكت الاستاذ عبد الوهاب قامت بالواجب، ومن بعدها هذا الرجل بقى لما يتكلم على سيد درويش يتكلم بكل احترام. لكن زمان كل من يحب عبد الوهاب كان لا يحب ان يظهر اسم سيد درويش، والحرب اللي كانت على الامام البحر درويش نتيجه انه يحمل اسم سيد درويش. يعني كان الاستاذ عبد الوهاب مسيطر على الاعلام بشكل كبير جدا، هو ما عملش حاجه. الراجل كان من الذكاء انه لا يتدخل في اي شيء. لكن في ناس انصار عبد الوهاب اللي تفعل الذريعه حبا في عبد الوهاب، وليس للرجل ذنب في ذلك. اللي هو يسيء لسيد درويش انه مات من الحشيش ومات من الافيون. طب ما تشوفوا سيد درويش، شوفوا نجيب سرور قال ايه؟ لما قال سيد درويش انا ابغى ليه تموت مسموم والشعب ملبوخ في رجعه سعد من منفاه، ميت في يوم القيامه، مين على المرحوم هيبكي والشعب اصبح وشه محل افاه؟ شوف الصنباطي لما يقول لا يلقب بموسيقار الا سيد درويش، وكلنا نلعب في فناء بناه سيد درويش، ولم يضع ايا منا لبنه واحده فوق هذا البناء. مين ده؟ الصنباطي العظيم اللي بيقول الكلام ده. الرجل الذي له من الاعمال ما يشهد على عظمه هذا الرجل بيقول هذا الكلام. سيد درويش لم يكن هناك عبقريه في عالم الفن والموسيقى والغناء الا سيد درويش، مش انا ده جدي. لكن هي العبقرية تقاس أن يكون ما بعدها غير ما قبلها، يعني يجب أن يأتي بجديد. وسيد درويش الوحيد الذي أتى بجديد، لم يكن هناك تعبير على الإطلاق. كلهم وهم بيلحنوا بإحساسهم الشخصي، لكن التعبير لم يكن موجود قبل سيد درويش، هم تعلموا من سيد درويش. فلم يكن هناك أي جديد قبل سيد درويش إلا جابه سيد درويش بس.